أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يعتبر لباس الثوب في بلاد الكفر لباس شهرة، مع العلم أن جميع الناس ينظرون إليك إذا لبست هذا في الشارع؟ لا أبدا، هذا من التهويل. الناس يلبسون ملابسهم ولا أحد ينكر على أحد. تلبس ملابسك وثيابك في أوروبا وفي أمريكا، وشاهدنا هذا ولا حصل إلا الخير ولله الحمد، ما فيه أبدا. إنما هذا ضعف من بعض المسلمين، يخاف أنه إذا لبس ثيابه أنهم هم يجون عندنا يلبسون ثيابهم ولا يستنكر عليهم. فلماذا نحن إذا رحنا نغير ملابسنا؟ نعم.